يا بنات انتوا حد سامعني فيكو؟ سامعيني يا بنات كده؟ تمام خلاص. طيب الحمد لله. نبتدي بقى، نبتدي المحاضرة بقى خلاص. معلش هو عيب من العيب في بتاع الجامعة، مش بتاع عندي انا يعني. هنبتدي خلاص اهو. خلاص طالما انتوا سامعين، خلاص طالما بدأتوا تسمعوا خلاص. هنبدأ من الأول أهو. هنبدأ إن شاء الله الإنسايزرز. الإنسايزرز عندنا طبعا إحنا زي ما إحنا شايفين كده، هوريكم أنا في السهم. هو هنا عندي إنسايزرز اتنين، هيبقى اتنين في كل كوادرنت، سنترال وبعدين جنبها لاترال، سنترال وبعدين جنبها لاترال، سنترال ولاترال وهكذا. يبقى كل كوادرنت فيه اتنين إنسايزرز، في كل مجزلة أو المندبل فيه أربعة انسايزورز وعددهم كلهم ثمانية. هنبدأ السنترال اللي هما الاثنين اللي بيقابلوا بعض في الميزيال سيرفيس في الميد لاين. ده وبعدين اللاترال اللي بتعمل كونتاكت مع الكناين ديستال. واللاترال بتعمل كونتاكت للسنترال انسايزور من ناحية الديستال. وبعدين اللاترال بتعمل كونتاكت مع الكناين من ناحية الميزيال سيرفيس. خلاص هنبدا هناخد السنترال دي، سنترال انسايزور زي، وهنبدا نشتغل كل السنان. اتفقنا كل السنان الانتيريور ها والبوستيريور لهم يا اما اربعه لوبس يا اما خمسه لوبس. كويس. في الانتيريور بيبقى ثلاثه ليبيال، واحد لينجوال اللي هو السنجولم، يعني انا عندي كل الانتيريور دول سواء كانت انسايزورز او كناين هيبقى ثلاثه لوبس، ميزيال لوب وميدل لوب وديستال لوب في الكناين، او ميزيال لوب وميدل لوب وديستال لوب، وبعدين اللوب الرابع بتاعهم اللي هو السنجولم بيمثل لي الايه اللينجوال لوب برضه في الكناين هو ده. طيب لو كانت السنان ليها خمسه قزبس هيبقى فيها خمسه لوبس. ايه اللي لهم خمسه لوبز في كل السنان اللي هندرسها؟ هو بس اللور فيرست مولر بيرمننت واللور سكند كناي ابا بري مولر اللي هو ليه ثلاثه كاسبس، هم دول اللي ليهم. وطبعا هيبقى اللور فيرست سكند مولر ديسيدوس. مش مهم، المهم انت تعرفوا ان السنان بتتكون من لوبز في الانتيريور. خلينا في الانتيريور دولاكت اللي هو الانسايزور كناين، بيتكونوا من ثلاثه ليبيال لوب واحد لينجوال لوب اللي هو السنجل. هنيجي لما نعمل ديسكريبشن، يعني نوصف السنان، هنقول في حاجات كده اسمها ترابيزويد اللي قلنا لكم عليها، الليبيال واللينجوال في كل السنان هتبقى ترابيزويدال شيب. وقلنا في حاجات ده ترابيزويدال شيب اهو يا بنات، الكبير ناحيه الانسايزال والصغير ناحيه السيرفايكال، ده ترابيزويدال شيب. ده التراينجولار شيب، كل الميزيال والديستال بتاع كل الانتيريور تيز بيبقى تراينجولار شيب او الواج شيب، الكبير ناحيه السيرفايكال والصغير ناحيه الانسايزال. وده بيعمل لي ايه؟ بيخلي السنه تبقى يعني جيده في ايه، في الماستيكيشن. وده الرومبويدال هناخده في مكانه فين؟ هيبقى دايما اللور بوستيريور تيس، هيبقى الميزيال والديستال بتاعهم رومبويدال شيب. خلاص لما نيجي نوصف هنقول ستريت، يعني هيبقى خط كده، او نقول كونفكس يبقى كده، او نقول كونكيف هيبقى الناحيه الثانيه. دي حاجات بس يعني انتوا عارفينها ضروري، بس بنحاول نفكركم يعني. بعد كده هنبدا دلوقتي في الماكسيلري بيرمننت ماكسيلري سنترال انسايزور. لما اجي اوصف سنه ده لازم اقول بطاقه التعريف بتاعتها كامله، بيرمننت وبعدين ماكسيلري. لو هي بيرمننت يبقى مش ديسيدوس، ماكسيلري يبقى مش مانديبولار، سنترال انسايزور يبقى مش لاترال انسايزور. خلاص في كل السنان هقول كده ما عدا ايه، البري مولر مش لازم اقول عليه بيرمننت، لان في الديسيدوس ما فيهاش بري مولرز. هنبدا البيرمننت ماكسيلري سنترال انسايزور. انا بجلب على اساس انتوا فاهميني، لو اي واحده فيكم مش فاهمه حاجه ما يعني تقول لي توقفني وانا ايه اعيد، ما عنديش مشكله. الكرونولوجي اوف ماكسيلري سنترال انسايزور، لما بحط شرطه كده فوقها واحد، لما بحط شرطه وفقها واحد يبقى دي السنه دي ابر، زي ما خدنا طبعا في البالمر نوتيشن سيستم الشرطه دي بتقول ان ده ابر او لور، يبقى اللي فوقيها هيبقى ابر.
وواحد يبقى سنترال خلاص. يبقى ايه بقى انامل اورجان ابيرنس؟ يظهر الانامل اورجان في 5 مانس انترا يوتراين لايف. نحفظ دي يا بنات الاختصار ده، ام يعني مانس، واي انترا يوتراين انترا، وبعدين يو تراين، وبعدين ممكن لايف. يعني ايه انترا يوتراين لايف؟ يعني 5 شهور داخل الرحم، يعني يبقى الام حامل ب5 شهور، يعني الحياة داخل الرحم انترا يوتراين لايف. خلاص، يبقى ده دي يظهر الانامل اورجان. ايه هو الانامل اورجان ده؟ هتاخدوه ان شاء الله في الدوز ديفلوبمنت في السمستر الجاي مع الاورال بيولوجي، شابتر كبير وعريض في اسمه ازاي تتكون السن. الانامل اورجان هو جزء الابيثيليال اللي بيبدا تتعمل منه الانامل بتاع السنه، يظهر عند السن ده اللي هو البرعم بتاع تكوين السنه يعني. خلاص، ما ننساش لازم نفرق بين انترا يوتراين ومانس بس، لان الانترا يوتراين ده داخل الرحم ومانس بخاء ايه بعد الولاده. خلاص، عشان ما نتوهش، لو انت كتبتي بقول لك امتى الانام الاورجان هيتكون بتاع الاور فيرست بسنترال انسايزر وقلت لي 5 مانس وسكت، يبقى غلط. لا، لازم نقول انترا يوتراين. بيجيننج اوف كالسيفيكيشن، خلاص. طب ده كان سوفت تيشو، هيبدا امتى يتكون؟ يعني هيبدا طبعا السنه بتبدا تتكون من الكراون، يبقى الكراون ده هيبدا يتكون امتى؟ عند الانسايزر، بيبدا عند الانسايزر ايدج دايما التكوين، وبينزل لتحت يكمل الكراون وبعدين يبدا يرمي. طيب بيبدا امتى الكلام ده؟ يبدا امتى الكالسيفيكيشن عموما؟ التكلس يبدا امتى؟ من 3 ل 4 مانس، يعني يبدا من 3، وفي ناس 3 واسبوع واثنين لغايه 4 مانس. طيب يكمل امتى الكراون ده؟ الكراون بتاع السن ده هو بيكمل امتى؟ عند سن من 4 ل 5 ايرز. الاربشن يعني ايه اربشن؟ يعني ظهور السنه في الاورال كافيتي، يعني السنه تظهر تسنين، يبقى يقول لك الطفل بيسنن، خلاص السنان بتاعته ظهرت في الاورال كافيتي. بتظهر امتى السنه؟ والتاريخ ده مهم جدا، اللي هو ايه؟ من 7 ل 8 ييرز. يعني الطفل ده هو لو ما عنده من 7 سنين ل 8 سنين هتظهر عنده الابر سنترال انسايزر في الاورال كافيتي. هل لما تظهر السنترال دي في الاورال كافيتي هيبقى اكتمل الروت؟ لا، مش هيبقى اكتمل الروت، بيبقى تكون نصه او تلتينه. يبقى اذا في خطوه تانية الاخيره اللي هي الروت كومبليشن، يعني ايه؟ يكمل الروت بتاع السن عند 10 سنين. دي البطاقه بتاع كل سنه اللي هنحفظها لكل سنه، كلهم فيهم نفس البيانات، مع هتبقى اختلاف الايه التواريخ. ده بيسموه كرونولوجي او الديت اوف ديفلوبمنت، يعني تواريخ التكوين بتاع السن. يبقى في تاني بيظهر الانامل اورجان، انامل اورجان ابيرنس او ابيرنس اوف انامل اورجان ينفع عند 5 مانس انترا يوتراين، ممكن نكتب لايف جنبها. طيب يبدا امتى الكالسيفيكيشن؟ من 3 ل 4 مانس. الكراون ده اللي بدا كالسيفيكيشن من 4 من 3 ل 4 مانس كمل امتى؟ كمل عند 4 ل 5 ييرز. طيب بعد ما كمل الكراون بيحصل ايربشن على طول؟ لا، بتستنى اهو 3 سنين تاني كده على ما تبدا الايربشن، تكون كمل نص الروت او تلتينه، يحصل ظهور السنه في الاورال كافيتي وناكل عليها وكل حاجه، بس الروت بتاعها ما يبقاش كمل. طب دي هتفيدنا بايه؟ تفيدنا ان احنا السنان اللي بنعمل لها علاج عصب ما نعملش علاج عصب كامل غير لما يكمل الروت. خلاص، هي دي الفكره. طب الروت ده بيكمل امتى؟ بيكمل عند 10 سنين. ده دي هنحفظ التواريخ دي بتاع كل سنه، لما هتحطوا السنان جنب بعضهم هتعرف الفروق الصغيره وتقدروا تحفظوها. لو في اي حاجه في الكرونولوجي دي القصه دي هتتقال مع كل سنه. خلاص، ما بس كل الاختلاف هيبقى في الارقام دي. الارقام وممكن يبقى بقى ما فيش انترايتراين والكلام ده. المهم هنبدا بعد كده الابر سنترال انسايزر والماكزيلاري سنترال انسايزر، دي فيرست توز فروم ذا ميد لاين. اه طبعا، ده الميد لاين او الاحمر، ودي اول سنه بتظهر من الميد لاين سواء كانت رايت او ليفت. كويس. طيب الماكزيلاري سنترال انسايزر برودست، يعني هي اعرض سنه، هي عريضه، هي اللي جنبها اصغر منها ميزوديستالي وهي اعرض واحده. خلاص، اعرض سنه في ايه؟ في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانسايزرز، يعني هما الاثنين هما اللي جنب بعض، دي اعرض من دي. طيب وكمان هي اطول سنه فيهم، يعني بتفرق ملي ولا حاجه من عن اللاترال، او 2 ملي عن اللاترال انسايزر، لكن هي بتفرق 2 ملي في الميزيو ديستال ده بتاعها ده. خلاص، ده يعني دي اعرض من دي ب 2 ملي 3 ملي. خلاص يا بنات، مفهوم الكلام ده؟ عشان بس انا ايه اكمل.
بياد اف ذا فيرست. تمام، الحمد لله. فهي اول سنه بتظهر عند بين في من الميد لاين، اول سنه بتظهر من ناحيه الميد لاين، او ده الميد لاين الخط الاحمر ده، وهي اول سنه بتظهر، وهي اعرض واحده في الانسايزورز حتى في الابر واللور، هي اعرض من اللاتر اللي جنبها، وهي طبعا اعرض من الاثنين ايه اللور انسايزور واطول. طيب كل اي سنه هندرسها يا بنات، في كل السنان اللي هندرسهم دول سواء كان بيرمننت او ديسيدوس هندرسها من لها خمس اسطح، زي ما انتم خدتوا التوز سيرفيسز. ادي ليبيال سيرفيس، لان طبعا هنقول عليه ليبيال فول انتيريور، ولما نيجي عند البوستيريور هنقول عليه ايه بكر. طيب وادي اللينجوال، وادي ميزيال، وادي ديستال اللي هم بنقول عليهم بروكسيمال سيرفيس دول، وادي الانسايزال سيرفيس. ده في كل السنان هندرس الخمس اسطح، بس في البوستيريور هنقول على ده ايه اوكلوزال، وهنقول على ده ايه بكر. خلاص بس، وده الاختلاف، يعني الاختلاف في دول بس بين الانتيريور والبوستيريور. الانتيريور هنقول على ده ليبيال، وهنقول عليه في البوستيريور بكل، وده هنقول عليه انسايزال في الانتيريور، وهنقول عليه في البوستيريور اوكلوزال. طيب هنشوف الليبيال واللينجوال والميزيال والديستال، واضحين اهو. الليبيال لو زي ما عملناه في الكارفنج هيبقى اعلى حته هنا عند السيرفايكال سيرد اللي هي السيرفايكال ريدج، وهيبقى ده الديستال اوت لاين، عشان انا عرفت ده الديستال ازاي، عشان الزاويه دي راوندد ميزيو ديستو انسايزال انجل، والميزيو انسايزال انجل دي شارب، ده بيبقى سلايتلي كونفكس الميزيال اوت لاين، والديستال اوت لاين كونفكس، وده الانسايزال اوت لاين ستريت، والسيرفايكال اوت لاين كيرفد ناحيه الروت روت وايز. هاجي في اللينجوال هلاقي في هنا سنجلم، هنا ديستال مارجنال ريدج، هنا ميزيال مارجنال ريدج، هنا انسايزر ريدج، وهتبقى جواهم ايه فصه. الشكلين دول يا بنات في كل السنان، في كل الاسنان سواء كانت بيرمننت او ديسيدوس، انتيرير او بوستيرير، الليبيال واللينجوال او البكال واللينجوال او طاين، هيبقى ترابيزويدال شيء، دي قاعده. خلاص الكبير ناحيه الانسايزر والصغير ناحيه السيرفايك اهو. هنيجي للميزيال والديستال، الاثنين دول الشكل ده بيبقى الاوت لاين الجيومتريك اوت لاين بتاعها بيبقى تريانجولر في الشيب، البيزا هي ناحيه السيرفايكال والابكس ناحيه الانسايزر او تريانجولر، يبقى دي قاعده. الانتيريور تيس كلهم الميزيال والديستال بتاعهم تريانجولر شيب، والليبيال واللينجوال بتاعهم ايه؟ ترابيزويدال شيب. هنقلب بقى ناخد كل سطح نقوله لوحده. الجيومتريك اوت لاين يعني ايه جيومتريك اوت لاين اوف ذا كراون؟ يعني الشكل الهندسي بتاعه. ها الليبيال واللينجوال سيرفيسز بتبقى ترابيزويدال في الشيب، ترابيزويدال، السطح صغير سمول ان ايفن سايد ناحيه السيرفايكال، ها والوايتس او لارجست اوف ان ايفن سايد ناحيه الانسايز. الشكل ده هنشوفه في كل الليبيال واللينجوال سيرفيس بتاع كل الانتيريور والبوستيريور تيس. ها خلاص، طيب يبقى عرفنا نحفظ كده جيومتريك اوت لاين بتاع الليبيال واللينجوال ترابيزويدال شيب، خلاص بتاع السنه دي وكل الانتيريور اللي هنقول عليهم. طيب اهو الليبيال اند لينجوال اوت لاين اوف ذا كراون معايا في البنات. اي سطح له اربع اوت لاينز، اربع حدود، سيرفايكال وانسايزال وميزيال وديستال. طيب هنقول الحدود بقى، ده الميزل اوت لاين بيبقى كونفكس، وهيعمل لي شارب انجل مع الانسايزر اوت لاين، يبقى ايه اهي الميزيو انسايزال انجل شارب. طب الكونتاكت اريا هنا فين؟ في الانسايزال ثيرد اهي، تبقى هنا في الانسايزال ثيرد ده. كويس، طيب الديستال اوت لاين برضه هيبقى كونفكس، لكن الزاويه دي الانسايزال انجل راوند ده، والديستال كونتاكت اريا فين؟ في الجانكشن، احفظوا معايا الاهداء هنا في هنا دي ان ذا انسايزل، الاي دي يعني انسايزل، وده ثيرد في التلت الانسايزل. خلاص، طب هنا جانكشن بتوين ايه الميدل، ام دي يعني ميدل، والاي انسايزل ثيرد. يعني لو انتوا عايزين تترجموا الاختصارات دي ترجموا ايه عندكم وانتوا قاعدين في الورق بتاعكم. خلاص، يبقى تاني لما اجي اوصف الليبيال اوت لاين بتاع الكراون اقول ان هو ترابيزويدال شيب، الكبير ناحيه او اللارجست اوف ان ايفن سايد انسايزالي اند السمولست سيرفايكالي، والميزيال اوت لاين بيبقى كونفكس، والميزيو انسايزال انجل شارب، والميزيال كونتاكت اريا في الانسايزال سيرت. طيب الديستال اوت لاين بيبقى كونفكس، مور كونفكس عن الميزيال يعني،
والميزيو والديستو انسايزال انجل راوندد والديستال كونتاكت اريا في الميدل الجنكشن بين الميدل والانسايزال سيرتس. طب الانسايزال اوت لاين بيبقى ستريت اهو ستريت وفيه المامولونز، هنلاقي الثلاثه مامولونز اتفقنا عليهم في الانسايزال ايدج كده في امتى؟ في السن اللي لسه طالعه جديد في النيولي رابتد انسايزر، لما السن تكون لسه طالعه جديد بعد كده المامولونز الثلاثه دول بيحصل لهم ايه؟ اتريشن وبيظهر تبقى انسايزر ريدج عادي. ده لما اجي اوصف ها الليبيال سيرفس وصفت الكراون بتاعه، هنيجي وصف الروت بتاعه بعد كده. ادي الروت الميزيال والديستال اوت لاين بتاع الروت بيبقى تيبر، يعني ايه؟ بيفضلوا ضيقين ضيقين لغايه ما يوصلوا للابكس، والابكس دي بتبقى سنترلايزد، يعني في النص بالظبط اهي اهي سنترلايزد. لما ناخد قطاع نقسم السنه نصين يعني بايسكتنج ذا توز ان تو سايدز رايت وليفت، لو خدنا خط كده في نص السنه بالظبط هيطلع على الروت ابكس. خلاص عشان كده وانتوا بترسموا دايما بتعملوا النقط وبتيجي تحطوا الروت ابكس على الخط. طيب الابكس دي بتاع الروت نهايه الروت دي ايه؟ ما هي الشارب، هتبقى زي ما اتفقنا بلانت بلانت، يعني فيها راونديشن كده من فوق. خدنا الكلام ده في الكارفنج وعشان كده مسهل لي اننا ايه ان انتوا فاهمين الكلام. يبقى لما اجي اوصف بقى الليبيال اوت لاين على بعضه كده يا بنات، بقول في الليبيال اوت لاين ان ايه بقى؟ ان ده ترابيزويدال شيب، سيرفايكال اوت لاين بتاعه ناحيه الروت، وفي سيرفايكال ريدج هنا، وفي الميزيال اوت لاين كونفكس، ديستال اوت لاين مور كونفكس، الميزيو انسايزال انجل شارب، الديستو انسايزال انجل راوندد، الانسايزال ريدج ستريت، واخدين بالكم؟ وبعدين في النيولي ايربتد السن اللي لسه طالع جديد بلاقي ثلاثه مامولونز كده على انسايزال ايدج، هنا هم هيبقى في تو ديفلوبمنتال لاينز هنشوفها هنا دلوقتي. عشان كده السنه دي عشان الروت بتاعها تبر وما فيش جروفز وما فيش اي حاجه وسموز، بنخلعها بايه؟ بالروتيشن، يعني بنمسك السنه اللي فيها تطلع معانا نخلعها، وهي السنه الوحيده اللي نقدر نعمل لها روتيشن في الايه في الخلع في كل السنان. لما بنشوف هنا الليبيال سيرفيس تاني هو هنلاقي ايه الاليفيجن؟ احنا خدنا فيه اليفيجن وديبريشن، قلنا الاليفيجن من ضمنهم السيرفايكال ريدج اهي، وبعدين الديبريشن التو لاينز دول التو جروفز دول اللي بيفصلوا لي بين الثلاثه مامولونز، هم ثلاثه مامولونز دول اليفيجن برضه 1 2 3 اللي بيحصل لهم اتريشن. خلاص يبقى دول ايه؟ تو شالو لاينز، دول جروفز اللي اتفقنا عليهم دايما في بين كل لوب ولوب بيبقى فيه ديفلوبمنتال جروف، بيختفي الجروفز دول ما بنشوفهمش كتير، والمامولونز دول بيختفوا برضو بالاتريشن. ان شاء الله يكون الكلام ده مفهوم. الروت سيرفيس بيبقى ايه؟ سموز وكونفكس ما فيش، معلش هنشوف بعد كده روت سيرفيس بتبقى فلات وعلى جروفز وعلى بتاع، لكن ده ايه؟ سموز وكونفكس. ده وصف الليبيال سيرفيس لما اجي اوصفه هقول ده ترابزويدال، السنه فيها سيرفايكال ريدج، فيها الميزال اوت لاين كونفكس، ديستال اوت لاين مور كونفكس، ديستو انسايزال انجل راوندد، الميزيو انسايزال انجل شارب، في النيولي ايربتد هلاقي ثلاثه مامولونز اللي هم بعد كده بيحصل لهم اتريشن، وفي تو ديفلوبمنتال لاينز او جروفز بيفصلوا بين الثلاثه، الروت بيبقى تيبر وبسموث وبيبقى كونيكال في الشيب، وبيبقى الروت ابكس بتاعته بتبقى بلانت او راوند. هنيجي لللينجوال سيرفس، سهل اللينجوال سيرفس، السنان كلها اتفقنا يا بنات ان هي بتبقى نارو من لينجوالي، يعني كونفيرج لينجوالي، كونفيرج عكسها دايفيرج، دايفيرج يعني بتوسع، كونفيرج يعني بتضيق، يبقى كونفيرج لينجوالي اتفقنا ليه؟ عشان اكوموديت شكل الجو اللي واخد ايه؟ الهورس شو شيب، يعني شكل الجو بتاعنا بيبقى من اللينجوال من الانر سيرفيس صغير ومن الاوتر سيرفيس كبير، فعشان كده من ناحيه الليبيال هيبقى دايما اكبر من ناحيه عن الايه؟ من ناحيه اللينجوال. اللينجوال وصفه سهل، قلنا يبقى تبر عن الليبيال، وفي اربعه الفيجن واحده ديبريشن، في سنجلم ده الفيجن، في المارجنال ريدج ميزيال وديستال مارجنال ريدج، وفي الانسايزر ريدج، وبعدين جواهم ايه؟ الفصه. لينجوال فصه، احنا خدنا انواع الفصه، واحده لينجوال فصه واثنين ميزيال وديستال ترينجولار فصه، وخدنا كمان سنترال فرصه، دول لسه ما جيناش لغايه عندهم. تمام؟ بعد كده
بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كده، تمام، ربنا يكرمكم يا رب. هنعمل بعد كده، خلاص يبقى احنا خلصنا كده الليبيال سيرفيس واللينجوال سيرفيس. لو لما يجي لي سؤال اوصف لي اللينجوال سيرفيس، اقول عادي اللينجوال سيرفيس ده الترابيزويدال في الشيب، السمولست انسايد سيرفيكالي واللارجست انسايزالي، حتى لو ما قلتش كده، لو قلت ترابيزويدال وهقول انه في الاليفيجن بتاع، هو بيبقى نرور عن الليبيال، وفي اربعه اليفيجن، السنجولم والميزيال والديستال مارجنال ريدج والانسايزال ريدج، وفي جواه ديبريشن واحد اللي هي اللينجوال فوس. بس خلاص ما فيش اكتر من كده في وصف اللينجوال. والروت بيبقى برضو نرور لينجوالي برضو عن الليبيال، يعني الروت برضو بتاعنا لازم بيبقى نرو في اللينجوال عن الليبيال. هناخد بقى بعد كده، بيقول لي هنا ايه، نوتس ذات most of the teeth, the lingual surfaces are narrower than the labial أو البكال surface. ليه؟ عشان في lingual convergence، يعني بيبقى دايما من جوه. وقال لي السبب ان لو انا شفت الاوتر سيرفيس كده، القرش ده كبير، هيبقى من الانر هيبقى صغير، وده شكل حدوة الفرس، الهورس شو شيب ابيرنس. ده يعني بيقول لي السبب يعني. طيب بعد كده هناخد، بعد كده هناخد الايه، البروكسيمال سيرفيس، الجيومتريك اوت لاين بتاع الكراون من ناحيه البروكسيمال سيرفيس. اتفقنا ان هو الميزيال والديستال سيرفيس بيبقى تريانجولار في الشيب، اهو التريانجل ده الكبير ناحيه السيرفايكال والصغير ناحيه الانسايز، وده الشكل ده بيخلي لي ايه، بيسهل ان السنان تدخل في الفود ماتيريال جوه الاكل وتقطعه باسهل. يعني ايه، واخدين بالكم؟ يبقى تاني ميزيال وديستال سيرفيس بيبقى الاثنين تريانجولار في الشيب، او في كتب كاتباها واتج شيب، واتج شيب، دبليو اي دي جي اي، واتج شيب او تريانجولار في الشيب، او البيز سيرفايكلي والابكس ناحيه الانسايزر. اه خلاص، ده الاثنين الميزيال والديستال في كل الانتيريور كده، مش في السنترال بس. خلاص طيب، اهو التاني بيقول لي ايه السيجنفيكانس بتاع التريانجولار اوت لاين ده، اللي هو التريانجولار شيب بتاع البروكسيمال سيرفيس ده. السيجنفيكانس ان بيزود لي السترينز اجينست ماستيكاترو فيرس، مش مهم دي، لان انتوا هتاخدوا شابتر بحاله اسمه الفسيولوجي بتاع توز بتاع السنان، وهناخده هتاخدوه. وبيسهل كاتنج ثرو ذا فود ماتيريال، بيسهل لي تقطيع الاكل، واللاو ذا توست تبقى سيلف كلينزنج، يعني يخلي السنه تبقى هي ايه، بتنظف نفسها بنفسها، ما يبقاش عليها فود ماتيريال. طيب يبقى انا عرفت الميزيال والديستال او جيومتريك اوت لاين، او الشكل الهندسي بتاع الميزيال والديستال سيرفيس بيبقى تريانجولار في الشيب، البيز ناحيه السيرفايكال والابكس ناحيه الانسايز. الميزيال والديستال اوت لاين تاني اهو تريانجولار في الشيب اهو. طيب لما هو انا عندي سطح، احنا كنا بنقول في الليبيال واللينجوال، الليبيال قلنا ليه ليبيال ميزيال اوت لاين وديستال اوت لاين وسيرفايكال اوت لاين وانسايزال اوت لاين. طبعا لو ده لو ميزيال او ديستال هنقول عليهم الاوت لاين بتاعتهم. لما ده يبقى ميزيال او ديستال هيبقى ليه ليبيال اوت لاين ولينجوال اوت لاين وسيرفايكال اوت لاين وادي الانسايزال. طيب ايه الاوت لاينز؟ الليبيال يا بنات زي ما اتفقنا وشفنا في الكارفنج بيبقى كونفكس، واعلى حته عند السيرفايكال ثيرد عشان فيها سيرفايكال ريدج. طيب واللينجوال او يبقى خلاص ده كونفكس، والماكسيمم اوف كوم عشان اكتبوا معايا النقط اللي فاضيه دي يا بنات. الليبيال اوت لاين بيبقى كونفكس with the maximum convexity at the cervical third which represent ايه، اكتبوا مكان النقط cervical ridge. خلاص هي maximum convexity بتبقى عند cervical third اللي هي represent كان سيرفايكال ريدج. خلاص طيب بعد كده اللينجوال اوت لاين هيبدا عند السنجولم بيبقى كونفكس عشان في سنجولم اهو ريبريزنت سنجولم، لا هنا تحت خالص الاخيره دي كونفكس سيرفايكال عشان ريبريزنت سنجولم، او نبدا من زي ما بدا، يبقى كونفكس انسايزالي ريبريزنت ايه، انسايزال ريدج، وبعدين كونكيف في الميدل سيرت ريبريزنت ايه، لينجوال فوصه هي الازرق، وبعدين بعد كده يبقى كونفكس سيرفايكال ريبريزنت السنجولم. يبقى تاني انا عندي ليبيال اوت لاين ولينجوال اوت لاين، الليبيال اوت لاين كله كونفكس، واعلى حته عند السيرفايكال سيرت بيمثل لي السيرفايكال ريدج. خلاص اللينجوال بيبدا
لو انا بديت من فوق يعني كده هنا هيبدا سيرفايكال كونفكس عشان السنجلون، والميدل سيرد هيبقى كونكيف عشان الفصة، والانسايزال سيرد هيبقى كونفكس سلايتلي كونفكس، طبعا مش زي الكونفكسيتي بتاع السنجلون، هيبقى ايه عشان الانسايزال ريدج. خلاص عرفنا. يبقى لما اجي اوصف الميزيال او الديستال اوت لاين او السيرفيس على بعضه، الميزيال او الديستال سيرفيس اقول عليهم ايه؟ اقول ان ده تراينجولر في الشيب، الجيومتريك اوت لاين بتاعه. ليه؟ ليبيال اوت لاين كونفكس والماكسيمم عند السيرفايكال سيرد عشان السيرفايكال ريدج، لينجوال اوت لاين كونفكس عند السنجولم، كونكيف عند الفصه، سلايتلي كونفكس عند الانسايزر. خلاص خلصنا من الليبيال اوت لاين. هوصف السيرفايكال اوت لاين، هقول ان الكيرفيتشر بتاع السيرفايكال لاين بيبقى ناحيه الكراون، لان في الليبيال واللينجوال الكيرفيتشر كان ناحيه الروت، في الميزيال وديستال هيبقى الكيرفيتشر زي ما خدنا في الكاف كده ناحيه الكراون. وطبعا احنا اتفقنا ان هيبقى في الميزيال 3.5 مللي ديب ناحيه الكراون عن ايه؟ الديستال. الكونتاكت اريا هنا هتبقى في الحته دي كده في الانسايزال سيرد لو كان ميزيال، لو كان ديستال هيحصل ايه؟ الاختلاف في الديستال عن الميزيال يا بنات هي نقطتين اتنين صغيرين، ان الديستال كونتاكت اريا بتتحرك من الانسايزال سيرد للجنكشن بتاع الانسايزال والميدل ثيرد، معاها بيتحرك السيرفايكال لاين 1 مللي لتحت كده ناحيه الروت، بدل ما كان 3.5 مللي هيبقى 2.5 مللي. يبقى اذا هل هناك علاقه بين مكان الكونتاكت اريا والسيرفايكال لاين؟ اه في علاقه طرديه، كل ما مشت الكونتاكت اريا ناحيه السيرفايكال كده هيمشي السيرفايكال لاين ناحيه الروت. عشان كده انا بلاقي الكونتاكت اريا في الميزيال عاليه معاها السيرفايكال لاين عالي، الديستال بتنزل لتحت بينزل مع السيرفايكال لاين، مش عايزين ننسى. خلاص يبقى انا لما اجي اوصف، لو انا قلت لك الديستال سيرفيس هوصف زي الميزيال بالظبط، ما عدا ان انا هقول ان الكونتاكت اريا في الجنكشن بين الانسايزر والميدل ثيرد والكيرفيشر بتاع السيرفايكال لاين بيبقى مور يعني سيرفايكال، اقل من الكيرفيشر بتاع الايه اللي موجود في الميزيال. متهيألي كده ما يعني مفهوم. وانا لو خط خط برضو كده من اول الانسايزر كده اسمتبه السن دي هتبقى برضو في الروت ايبكس زي ما عملنا في نص الكراون من ناحيه الليبيا. اهو ده لو جيت للروت بقى هلاقي الروت برضو تيبر، تيبرد من السيرفايكال بتاع اهو كونيكال شيب اهو اهو، والايبكس بتاعته دي بتبقى ايه؟ بلانت راوند، يعني فيها راونديشن مش شارب، يعني لما احط ايدي عليها الايبكس بتاعها ده ما تعمل لي ايه؟ ما تشكل. تاني هو الفروق اهي بين الميزيال والديستال يا بنات، اهو ميزيال وده ديستال. هنا الكونتاكت اريا نير ذا ميزيو انسايزال انجل هنا اهي في الانسايزال سيرت، والديستال كونتاكت اريا في الجنكشن بين الميدل اند الانسايزال سيرت. السيرفايكال لاين كيرفد انسايزال، طب ما هنا برضه كيرفد انسايزال، لكن الكيرفتشر بتاع ده اكتر من الكيرفتشر بتاع ده ناحيه الانسايزال. متهيألي كده الأمور بقت واضحة إن شاء الله يعني. الروت الحمد لله ماشي يا أمن. الروت هنا بيبقى كونفكس وسموز سيرفيس. خلاص طيب الانسايزر اسبكت آخر سطح عندنا في السنتر الانسايزر يا بنات، آخر سطح عندي الانسايزر، انسايزر بيبقى تريانجولر في الشيب، لما ابص اعمل مسقط راسي هلاقيه تريانجولر لان هلاقي الليبيال اعرض من اللينجوال، ده الليبيال سيرفيس اهو البيز بتاعته، واللينجوال سيرفيس الايبكس بتاع التريانجول هنا دي الانسايزر ريدج، والليبيال سيرفيس هشوف منه كل حاجه، هشوف فيه السيرفايكال ريدج، وهنا في اللينجوال هشوف كل حاجه برضه، هشوف الميزيال والديستال مارجنال ريدج والانسايزر ريدج، وهشوف السنجل وهشوف الفصه. لو قلبت كده هو اهي هنشوف هنا اهو، هلاقي ده الليبيال، في دي السيرفايكال ريدج، دي الانسايزر ريدج السايزر اهي، وبعدين اللينجوال اشوف تو مارجنال ريدج اهم، وادي السنجولام اهو، ودي الانسايزر ريدج، وهنا في النص هتبقى الفص. يبقى انا لو لما اجي حد يقول لي اوصف لي الانسايزر سيرفيس اقول ان هو تريانجولر في الشيب، البيز ناحيه الابكس ناحيه اللينجوال، ولما هبص من مسقط راس كده من الانسايزر هشوف الليبيال سيرفيس وهشوف اللينجوال سيرفيس. طب هشوف في الليبيال سيرفيس، هشوف الانسايز السيرفايكال ريدج، هشوف السيرفايكال ريدج
وهشوف من ناحية اللينجوال في الليبيا هشوف السيرفايكال ريدج عند السيرفايكال سير ده اهي، وهشوف هنا الانسايزر ريدج، وهشوف في اللينجوال هشوف التو مارجنال ريدج، وهشوف الانسايزر برضه ريدج، وهشوف السنجل، وهشوف الفوس. تمام. طيب ده الانسايزر اسبكت. احنا كده يا بنات تقريبا خلصنا السنترال انسايزر الابر الماكسيلري سنتر. هناخد الماكسيلري لاترال انسايزر عشان هي كان المفروض هتبقى ميعادها النهارده، فاحنا ايه هنكمل مع بعض شويه، مش لازم نخلصها حتى لو خدنا نصها كده ولا حاجه، وبعدين نكمل النص الثاني مع المحاضره بتاعت ايه الاسبوع القادم ان شاء الله. يبقى الماكسيلري لاترال انسايزر ماشي يا بنات، ماكسيلري لاترال انسايزر يا بنات معايا. ماشي يا دكاترة، فين انتوا فين؟ ايوه تمام. طيب احنا بقى انا بخاف اصل النت تفصل تعمل، وبعدين نبقى فاكرين سامعين بعض، وبعدين احنا مش سامعين بعض، يعني انا بخاف من كده. طيب ان شاء الله هنكمل ان شاء الله، يعني يا رب تكونوا فهمتوا الماكسيلاري سنترال انسايزر، وما عندناش مشكله خالص احنا في العملي اي حاجه مش مفهومه اسالونا واحنا هنجاوب ان شاء الله. الحمد لله. طيب مش هنحفظ كل السنان كده، احنا لو ذاكرنا الماكسيلاري سنترال انسايزرز دي كويس خالص، انتوا عارفين مش هنحتاج الاربع سنان التانيين في الانسايزرز دول، كل القصه هتبقى هقولها لكم دلوقتي هتبقى فروق بسيط. يبقى احنا سنه واحده دي هنذاكرها كويس الماكسيلاري سنتر، وهنبدا ايه نشوف بقى ايه الفروق اللي بينهم وبين التانيين، لان الكلام كله هيبقى متكرر زي ما انتم شايفين كده. ماكسيلاري لاتر انسايزر هيبقى فيها برضو السيرفس او ليبيال لينجوال ميزيال ديستال انسايزر، ما عندناش اختلاف. طيب لو حطوا هتشوفوا الروت ده يا بنات شايفينها، لو خدت انا خط كده مش هلاقي الابكس دي هتبقى في النص، هلاقيها رايحه ناحيه ايه انتم مش عارفين ناحيه ايه، لكن ضروري هتبقى ناحيه الديستال مايله شويه. مايله شويه، الشويه دول بقى هي دي هتبقى ناحيه الديستال. دايما الرود هيبقى كيرفد من ناحيه عند الابكس ناحيه الديستال. طب في السنترال كان ايه؟ لا كان على طول الابكس ماشيه مع ايه في السنترلايزد لاين بتاعت اللي موجود في النص على طول. لا هنا ادي اختلاف منهم، ادي اختلاف اهو، ان الرود مش الابكس بتاعته مش على اللاين، يبقى رايحه ناحيه فين؟ كيرف ديستال او انكلايند ديستال. مش كل الروت، لا الابكس الابيكال سيرد بتاعه او الابكس بتاع الروت رايحه ديستال. مش بس كده، هلاقي كمان ممكن الاقيها بوينت شارب ما هيش راوند. طيب ايه اللي واضح تاني؟ هنقول الكلام ده بالتفصيل لقدام، بس انا بقولها لكم على الشكل اللي قدام. طيب ايه اللي واضح تاني؟ هلاقي هنا الميزو انسايزال انجل مور راوندد، والميزو انسايزال انجل راوندد، يبقى اللي كانت شارب ده اهي في السنترال لا هي راوندد في اللاترال، يبقى الاثنين انجل في الابر لاترال الاثنين راوندد، يبقى ادي فرق تاني. هناك كانت الديستو انسايزال انجل راوندد والميزو انسايزال شارب، لا الاثنين هنا راوندد خلاص، يبقى ادي اختلافين اهو او ثلاثه. طيب هلاقي هنا اللينجوال سيرفيس زي اللينجوال سيرفيس هناك. طيب امال ليه الفرق بقى؟ لا الفرق ان هنا الالفيشنز دول كلهم ويل ديفلوبد، يعني ايه؟ يعني السنجلوم اكبر من السنجلوم بتاع السنتر، والميزيال مارجنال ريدج اكبر، والديستال مارجنال ريدج اكبر، يعني ايه؟ يعني اعلى. ها؟ والانسايزر ريدج واضحه، هيبقى يديني في الاخر ايه؟ فصه مور ديب. يبقى لما تبقى المرتفعات عاليه شويه هتبقى الحفره عميقه. يبقى اذا كل الاليفيجن دول الاربعه ويل ديفلوبد عن السنترال، طب والفصه هتبقى مور ديب عن السنترال. هي دي الاختلافات يا بنات، ما قلناش حاجه، يعني ما فيش حاجه. طيب الكيرفيتشر هنا بقى سيرفايكال لاين كيرفد ناحيه الكراون، طب الديستال برضو كيرفد ناحيه الكراون، لكن هي مسافتهم زي المسافه اللي هناك؟ لا دول اقل شويه، هنيجي عندنا وهتعرفوها. طب الكونتاكت اريا هنا في الميزيال في الديستال في السنترال كانت فين؟ كانت في الجنكشن بين الانسايزل والميدل سيرد، ضروري السنه اللي لازقه فيها دي من اللي هي اللاترال دي ما هي لازقه فيها كونتاكت معاها، هتبقى الميزيال ده اهو الجنكشن برضو الميزيال كونتاكت اريا ضروري في اللاترال، هتبقى في الجنكشن بين الانسايزر والميدل سير، لان هي السنترال
عامله كونتاكت مع مين؟ ديستالي مع اللاترال، عامله مع اللاترال فين؟ في الميزيال سيرفيس. طيب لما هي عامله مع اللاترال في الميزيال سيرفيس، ضروري الميزيال سيرفيس بتاع المنزله اللاترال هيبقى الكونتاكت اريا بتاعته في نفس المكان اللي موجود في الديستال سيرفيس بتاع الابر سنترال. طيب يبقى دي بقت فين؟ بقت في جانكشن بين الانسايزر والميدل، بعد ما كانت في السنترال كانت في الميدل في الانسايزر سيرف، في اللاترال هتبقى في الجانكشن. طيب الديستال كونتاكت اريا كانت في الابر سنترال فين؟ في الجانكشن الانسايزر والميدل، هنا هتبقى في الميدل سيرف. دي كل الحكايه. يبقى اذا اترحلت الكونتاكت اريا من في 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 دي السيرفايكال، وبالتالي هيبقى الكيرفيتشر بتاع السيرفايكال لاين هنا ايه؟ هيبقى هنا مثلا 2.5 وهنا يبقى مثلا 1.5 او 2، يعني هيبقى اقل. طيب بعد كده هنشوف بقى الكلام ده هنا. الكرونولوجي يا بنات، الكرونولوجي السنه دي فيها حاجه مميزه، وانا نسيت اعمل التاريخ ده اعمله بلون مختلف. هنحفظ التاريخ ده بلون مختلف تماما تماما، خلاص التاريخ ده بلون مختلف تماما. ليه بقى؟ دي 5 مانس انتروتراين زي الابر سنترال بالظبط، مش كده؟ طيب دي كانت 3 ل 4 مانس بس، دي بقت من 10 ل 12 مانس. تخيلوا بقى ان هيبدا الكالسيفيكيشن بتاع الابر لاترال من 10 ل 12 مانس، لما الطفل يبقى عنده من 10 شهور ل 12 شهر يا دوب يبدا، ها يعني قرب يكمل السنه خلاص او كملها، يبدا البيجيننج اوف كالسيفيكيشن. يبقى التاريخ ده مختلف، هنلاقي 5 مانس دي ثابته لكل الانسايزر، وهنلاقي ال 3 ل 4 مانس لكل الانسايزر ابر ولور ما عدا الابر لاترال انسايزر. دي من 10 ل 12، هنحفظ التاريخ ده كويس، لان ده ممكن السنه دي لو جات لكم في الامتحان مثلا التواريخ ممكن اللي يحط الامتحان يروح يحط دي، عشان ايه؟ هتاخدوها ان هي 3 ل 4، لكن هي ابدا دي من 10 ل 12. الكراون كومبليتد من 4 ل 5 يير زي السنترال. الايربشن كانت دي من ايه؟ من 7 ل 8، دي بقت الايربشن بتاعها من 8 ل 9، يعني تظهر في الاورال كافيتي بعد ديكا تقريبا بسنه. الروت كومبليت الديكا كانت 10، دي بقت كام؟ 11 سنه. ده الاختلاف كل القصه. انا ما جبتش حاجه جديده، هو ده الكرونولوجي، لكن كل الاختلافات في التواريخ دي يا بنات. خلاص هناخد الخمس حاجات دول مع كل السنان نحفظ التواريخ بتاعته. هنيجي هنا الابر لاترال انسايزر يا بنات، من السنان اللي فيها بتبقى فيها حاجات غريبه شويه، بيبقى فيها ايه في يعني ايه؟ غالبا بيظهر فيها عيب خلقي في 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 في, في, في حاجات كتيره. يعني كل الانتيريور تيس بيتكونوا من 4 لوبس، 3 ليبيالي و1 لينجوالي، مش كده؟ اهو اتفقنا على كده اهو. وما فيهم الابر لاترال برضه، لكن احيانا الابر لاترال دي شايفين السنه دي اللي عامله زي زي البتاع يعني زي الابر اهي، الواد شيب اهي عامله ايه؟ واد شيب بيج شيب بيج شيب اهي اهي بيج شيب اهي. ها دي ايه دي؟ شكلها ليه كده؟ وهتشوفوها كتير يا دكاتره في العياده ان شاء الله، في عياداتكم هتشوفوا كتير ان اللاترال انسايزر احيانا تظهر بالشكل ده. ليه بقى؟ هي طالعه ناقصه، مش متكونه من 4 لوب. يعني هي مش متكونه من 4 لوبس، هي متكونه مثلا من 3 لوبز بس، 2 ليبيالي و1 لينجوال سنجولار. خلاص واحيانا تبقى من 2 لوبز بس، 1 ليبيالي و1 لينجوال. يبقى البيج شيب ده لاترال، ده البيج شيب ده، البيج شيب ده اللي احنا شايفينه ده نتيجه ايه؟ ان السنه دي ليها 2 لوبز بس، او حتى لو ليها 3 لوبز، ما ممكن يبقى ده 2 لوبز، 1 ليبيالي و1 لينجوال بس، يعني الليبيالي ناقصين واحد، او ممكن تبقى من ايه؟ من 2 لوبز بس، 1 ليبيالي و1 لينجوال. عرفنا يعني ايه؟ يبقى دي بيسموها ايه؟ الديفلوبمنتال ديستربنس او الابنورماليتيز، الحاجات الغريبه. من الحاجات الغريبه بتحصل في الابر لاترال انسايزر، وبتحصل في كل السيرد مولرز اللي هي النمره 8 المولرز الاخير في كل السنان، ده اكتر سنه فيها حاجات مختلفه خلاص، او عيوب خلقيه او انوميلز او ديفلوبمنتال ديستربنس، يعني فيها يعني تكوينه بيبقى فيه حاجات غريبه. الابر لاترال من ضمن تيجي بعد السيرد مولر على طول، في ان نلاقي فيها حاجات غريبة. من ضمنها ايه؟ من ضمنها ان هلاقي بيج شيبد لاترال، الشكل ده بنسميه بيج شيبد لاترال، ولما نيجي نعالجه ده بنعمل كراون على السنة دي عشان نديها شكل اللي جنبها، بيج شيبد لاترال. طيب ممكن الاقي السنجولم ده في جروف في الابر لاترال، يبقى في جروف كده قسم السنجولم نصين. ممكن الاقي
تيوبريك النازل من انسايزر ريدج دي كده نازل لجوه كده واخد التلت الكراون كده لتحت من اللينجوال تيوبريك حته عاليه كده خلاص. يبقى الاختلافات الانوميلس اللي ممكن اشوفها في الابر لاترال ايه ممكن ما الاقيهاش خالص مش متكون من السنان اللي تبقى ميسنج يعني ايه مش موجوده خلاص، او الاقيها بيج شيبد لاترال زي كده متكونه من اثنين لوب بس واحد ليبيا لواحد لينجوالي او من ثلاثه لوب اثنين ليبيا لواحد لينجوالي. ممكن الاقي في اللينجوال سيرفيس جروف على السنجلون خلاص، ممكن الاقي في اللينجوال سيرفيس من الانسايزر ايدج كده ينزل تيوبريكل كده حته عاليه برضو توصل لغايه تلت الكراون كده خلاص. كل الانومالز دي ممكن اشوفها في الابر لاترال انسايزر. لاترال انسايزر بتبقى سمولر في كل الدايمنشن عن السنترال انسايزر ما عدا طول الروت. تاني يا بنات يعني ايه سمولر في كل الدايمنشن؟ يعني ميزيو ديستالي اقل من الميزيو ديستال بتاع السنترال، الليبيولينجوالي هيبقى اقل من الليبيولينجوال بتاع السنتر، لكن طول الروت يا اما الروت بتاعها طول السنتر يا اما اطول كمان من السنتر بواحد ميلي. خلاص فهمنا الكلام ده؟ يبقى هي سمولر في كل الدايمنشنز ما عدا طول الروت. خلاص؟ طيب. الليبيال سيرفيس بتاع الابر لاترال دي السنترال اهو في مقارنه اهو دي اللاترال. هنا قلنا في السنترال دي شارب انجل ودي راوندد، الاثنين هيبقوا هنا راوندد. الانسايزر ايدج هنا ستريت، الانسايزر ايدج هنا مش هتبقى ستريت هتبقى برضو كيرفت كده ها تبقى راوندد خلاص. ده اختلاف خلاص يا بنات. الروت اهو هنا لو خدت انا خط كده هلاقيه مع الابكس، لان انا خدت خط كده هتلاقي الروت ده مش مع الابكس هتبقى رايحه ديستال. ماشي مشاعر يا رب تكونوا ايه ماشيين معايا خلاص. دي الاختلافات هي سهله جدا ان انتوا تشوفوا الاختلافات دي. بعد كده هشوف طبعا الوصف العادي خلاص ان ده ترابيزويدال شيب الليبيال سيرفيس، الميزه الاوت لاين بيبقى الاثنين ده كونفكس وده مور كونفكس وهكذا. لكن احنا بنقول دلوقتي في النيولي ايربتد في الانسايزرز سنترال بلاقي الثلاثه ماملونز دول في النيولي ايربتد، في اللاترال ممكن اشوفهم وممكن ايه are less pronounced. يعني ايه less pronounced؟ يعني less developed يعني ما بشوفهمش يعني ما يعني ما بيبقوش واضحين زي الماملونز زي ما هم موجودين في الابر سنتر خلاص. البيج شيبت توز از اي فورم اوف ابر لاترال كود بي اكزيست تو لوبس وان ليبيال اند وان لينجوال، او كمان يا بنات ممكن تو لوبس واحد ليبيال واحد لينجوال، او ممكن يبقى من ثلاثه لوبس اثنين ليبيال وواحد لينجوال. نما بعد كده اللي بعده الليبيال سيرفيس هنا في تو ديفلوبمنتال لاينز الكونفكس دي بيبقى كونفكس اور سلايتلي فلات. يعني هنا انا عندي الكونفكسيتي في الابر سنترال كتير عند السيرفايكال وممكن الاقي التوسيرد التانيين دول ايه فلات شويه، لكن هنا دي بكل الليبيال سيرفيس كله مور كونفكس والسايزر ريدج دي ما هيش ستريت هتبقى راوندد والميزيو انسايزر انجل راوندد والديستو انسايزر اكتر منها مور راوندد خلاص. طيب الليبيال ديفلوبمنتال جروفز اللي هم الخطوط دول دي جي يعني ديفلوبمنتال جروفز اكتبوها ديفلوبمنتال جروفز اختصار التو لاينز دول التو جروفز دول هم اللي بيفصلوا لي الثلاثه لوب ها ده الديفلوبمنتال جروفز دول في الليبيال هنا ليس بروميننت يعني مش واضحين يعني في الابر لاترال ما يبقوش ليس بروميننت يعني مش او ليس اكسنتويتد ها ها يعني ايه فبيبقوا ايه مش واضحين. هنيجي هنا زي ما احنا شايفين اهو الروت ده يا بنات الايبكس هي في السنتر، الروت ده يا بنات الايبكس رايحه ناحيه الديستال اهو بالشاور اللي عليها. يعني الميزيال اند الديستال اوت لاينز اوف ذا روت تبر مع بلانت ايبكس خلاص. الابكس دي بتبقى بلاند، لكن هنا الديستال اوت لاين الميزيال والديستال اوت لاين بتاع الروت ده في الابر لاترال ها بتبقى ايه تيبر برضو لكن بوينتد. بوينتد يعني ايه شارب كده هتلاقي عامله زي الابره كده لو حطيت صبع عليه. يبقى الابكس هنا بوينتد الابكس هنا بلاند. هي كل دي كل الاختلافات اللي احنا مش هنقعد نذاكر السن على طول، هنذاكر بس نعرف الاختلافات ونبقى عرفنا الابر سنترال في الاول. الابكس بتبقى سنترلايزد على اللونج اكس اهي، لكن هنا الابكس كيرفد
في الابيكال سيرد. الابيكال سيرد يعني الحته التلت الاخير من الروت من ناحيه الروت ابيكس، از انكلايند ديستالي او كيرف ديستالي، اهو بيبقى مايل ناحيه الديستال. بعد كده خلاص خلصنا من الليبيال سيرفيس. اللينجوال سيرفيس كل البيانات زيها زي اللينجوال سيرفيس بتاع الابر سنترال انسايزور، ما عدا ان المرتفعات اكثر ارتفاعا والمنخفضات اكثر انخفاضا. يعني ايه؟ يعني هلاقي السنجولم والميزيال والديستال مارجنال ريدج والانسايزر ريدج ويل ديفلوبد اكتر، يعني واضحين خلاص، بالتالي هيبقى جواهم فرصه مور ديب. خلاص ده كل الاختلاف يا بنات. خلاص يبقى هنا المارجنال ريدج ميزيال وديستال والسنجولم عند السيرفايكال والانسايزر ريدج موجودين. الديبريشنز اللينجوال فوسا از مور كونكيف، يعني ايه؟ مور ديب خلاص، اند سيركمسكرايبد ذان ذات في الابر سنترال، يعني واضحه سيركمسكرايبد يعني لا معلمه واضحه. السنجولم بيبقى واضح والفصه قصدي واضحه وتبقى عن الابر، ده دليل ان هي ايه؟ مور كونكيف يعني مور ديب عن الابر ماكسيلاري سنترال انسايز. لكن ما فيش بيانات جديده، هي نفس البيانات ميزيال وديستال مارجن ريديو سايزر ريديو سنجولم وفصه هم لكن هنا انا هقول ايه؟ هقول ان دول واضحين عن اللي موجود في الابر سنترال انسايدر. خلاص؟ طيب. هنشوف بعد كده يا بنات السلايد اللي بعده اهو، بيقول لي هنا ايه من الديفلوبمنتال ديستربنس ممكن الاقي بيت، ها؟ لينجوال بيت. يعني اللينجوال بيت كده هيلاقي اللي هي البيت اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي الحفره الصغيره اللي ممكن نلاقيها فوق ايه؟ فوق السنجولم كده في الحته دي كده لينجوال بيت خلاص؟ تو ذا سنجولم. All elevations are well developed. عايز بياكد لي الكلمه اللي احنا بنقولها، بيقول لي ان كل الاليفيجنز، ايه الاليفيجن؟ سنجولم مارجنال ريدج الاثنين وانسايزر ريدج، الاثنين دول بيبقى well developed ها؟ ذان ابر سنترال انسايزر، وبالتالي لما يبقى هتبقى ضروري الفصه مور، هتبقى الفصه مور ديب. خلاص خلاص يا بنات. طيب نبدا نخلص بقى، هنبدا نخلص طيب ماشي يا بنات باقي شويه يعني انا نقدر نجيبهم في المحاضره الجايه عشان ما اعطلكوش، هنكمل شويه. طيب الميزيال سيرفيس والديستال سيرفيس هو نفس الكلام يا بنات، مش هنقول حاجه جديده خالص. ها كنا في الميزيال هنا بنقول الكونتاكت اريا، في الانسايزال سيرف ده هنقول الكونتاكت اريا هنا في الجنكشن في بين الايه؟ بين الانسايزال والميدل سيرف اهو، انسايزر وميدل سيب اللي كانت في الديستال بتاع السنترال انسايزر. طيب اما هنا كانت موجوده في الانسايزر سيرت، هنا موجوده في الايه؟ في الجنكشن اوف جنكشن اوف انسايزر اند الميدل سيرت. طيب لو شفنا الديستال سيرفيس هلاقي الكونتاكت اريا هنا في الجنكشن، كانت في الجنكشن في الابر سنترال، في اللاترال هتبقى في الميدل سيرت، نزلت مش مكتوبه بس هي بقى ايه؟ في ذا سنتر اوف ذا كراون، ايه السنتر بتاع الكراون اللي هو الميدل سيرت. كلام كله الانسايزر هنا كان هنا ده كان تريانجولر، الليبيال الابكس البيز ناحيه الليبيال والابكس ناحيه اللينجوال، هيبقى هنا ناروور في السايز، والليبيال اند اللينجوال اوت لاينز او ال يعني اوت لاينز ار مور راوند. وفي البلاتال بيت ممكن اشوفها هنا از بريزنت ات از لوكيتد ان ذا ديب اوف ذا لينجوال فوسا كلوز تو ذا سينجولم. كفايه عليكم كده النهارده عشان ما تغلش، المره الجايه هقول لكم البلب كافيتي ان شاء الله، بس ما مش باقي غيرها عشان البلب كافيتي دي خاصه بالاثنين مع بعض. خلاص يا بنات نشوفكم ان شاء الله في الكليه اللي عندهم سيكشن النهارده، ومع سلامه الله يا رب تكونوا فهمتوا المحاضره دي، واحنا في اي فتره معاكم، منين ما تحبوا تسالوا اسالوا. يلا بقى مع سلامه الله، مع السلامه.